السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة. معكم أنا البجنير، واليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم حول قرعة أمريكا. قرعة أمريكا من الفرص الغنية عن التعريف، وأكيد مجموعة منكم تعرف هذه الفرصة وربما قدمت عليها في السنوات السابقة. فيديو اليوم الغرض منه ليس التعريف بالفرصة وذكر مميزاتها بقدر ما الهدف منه هو إعطاؤكم ملاحظات التعديلات التي حصلت هذه السنة على فرصة قرعة أمريكا، وأيضا طريقة التقديم والأخطاء التي تجتنبون أثناء عملية التقديم، بالإضافة إلى مواقع مهمة جدا سوف تساعدكم وتسهل عليكم عملية التقديم. نبدأ أولا بمواعيد مهمة. الفرصة بدأ لها التقديم يوم 4 أكتوبر وسوف ينتهي يوم 7 نوفمبر، فبالتالي حاول أن تسرع بالتقديم بحيث أنك لا تتأخر ويكون هناك ضغط في الموقع ويصعب عليك إرسال الأبليكيشن. الشيء الثاني أن فرصة قرعة أمريكا هذه السنة حصل عليها تعديل واحد فقط، والتعديل يخص الدول المؤهلة للتقديم، حيث تم حظر مجموعة من الدول هذه السنة، وذلك نظرا لاستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية، وهناك أزيد من 50,000 مهاجر من هذه الدول بأمريكا حاليا. لكن الجميل في الأمر أن هذه الدول لا يوجد بها أي دولة عربية، فبالتالي جميع الدول العربية لا زال يمكنها التقديم على الفرصة ولم تتأثر بهذا التعديل. الشيء الثالث هو الشروط. طيب، من أجل التقديم أكيد قرعة أمريكا متاحة لكل الأشخاص كما نعلم، لا يوجد بها حد أقصى للعمر، وأيضا كما ذكرنا الآن أن جميع الجنسيات العربية يمكنها التقديم، وليس بها آيلتس أو تويفل، يعني تقدم بدون إحضار أي شهادة لغة وبدون إحضار شهادة تخرج أو أي شيء. لذلك الشرط الوحيد هو يا إما أن تكون أنهيت مرحلة الثانوية أو البكالوريا، أو عندك خبرة عمل لمدة سنتين في آخر 5 سنوات. واضحة الفكرة؟ يعني يتحقق أحد الشرطين. وعندما أقول الثانوية العامة أو البكالوريا بمعنى أنك حاصل عليها، يعني نجحت في هذه المرحلة. إذا تحقق لديك أحد هذين الشرطين فأنت مؤهل، إذا لم يتحقق فلا تقدم ولا تضيع وقتك. الآن بالنسبة لعملية التقديم، التقديم سهل جدا، وأبليكيشن لن يأخذ من وقتك سوى 5 إلى 10 دقائق، وربما بالمواقع التي سوف أعطيكم قد يأخذ منك فقط دقيقة إلى دقيقتين، لأن المعلومات سهلة جدا المطلوبة داخل الأبليكيشن. أيضا الإيجابي في الأمر أنه يمكنك التقديم حتى وإن كنت متزوج ومعك أطفال. في النهاية هذه الفرصة متاح لها التقديم أونلاين فقط، والتقديم مجاني 100%. كل ما عليك أنك تدخل على هذا الموقع الذي يظهر لكم الآن في الشاشة، تقوم بإدخال الكود أو الرمز المطلوب منك، أدخله بشكل صحيح، بعد ذلك انتقل للصفحة الموالية. مطلوب منك معلومات شخصية بسيطة جدا، فيها الاسم، الاسم الوسط، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، مدينة الميلاد، يعني تقوم بوضع أو كتابة اسم المدينة وليس الدولة، بعد ذلك البلد، بعد ذلك سوف يظهر لك الدولة إن كانت متاح لها التقديم أو لا، وكما ذكرت الدول العربية متاح لها التقديم، بعد ذلك إدراج رقم الهاتف والإيميل، العنوان ومعلومات أخرى. وأيضا بالنسبة للصورة الشخصية سوف أتركها آخر جزء لأنها تحتاج إلى شرح معين. بعد ملء كل هذه المعلومات وإرفاق الصورة الشخصية في النهاية تضغط على Submit. طيب، فبالنسبة للصورة الشخصية ولابد أن يتم باحترام فيها مجموعة من المعايير. أولاً أن تكون الخلفية بلون أبيض، حاول أن لا تستخدم أي خلفية بلون أحمر أو أزرق، لا، خلفية بلون أبيض، وتكون الصورة يعني بدون نظارات، بدون قبعة، إذا مثلاً تضع الحجاب يكون الوجه واضح، أيضاً بدون أن يظهر الظل، بدون أن تكون الإضاءة ساطعة أو الإضاءة منخفضة، فبالتالي تكون الصورة بشكل واضح وملامح الوجه تظهر واضحة والوجه في مركز الصورة. أيضا للإشارة أن الصورة يجب أن يكون حجمها على الأقل 600 بيكسل في 600 بيكسل، وإذا الصورة ليست في هذا السايز فأنا أقدم لكم هذا الموقع، فأنا لا أقدم أي دعاية للموقع بتاتا، ولكن عندما كنت أحاول التقديم على الفرصة حاولت أني أبحث على أسهل موقع للتعديل على الصورة وتغيير الحجم، ووجدت صراحة هذا الموقع جيد جدا وسهل في الاستخدام. سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف حيث أنه يمكنكم التعديل على الصورة وإضافة الحجم الذي تريدون. أما بالنسبة لنوعية الملف فيجب أن تكون الصورة إما JPG أو JPEG، يعني لا تكون PDF أو PNG أو Zip file أو أي شيء، لا،
يجب أن تكون إما جي بي جي أو جي بي إي جي. وأيضا بالنسبة للمؤهل الأكاديمي المطلوب أو السيتويشن الخاصة بك حاليا، إما أنك تكتب حاصل على الثانوية العامة أو عندك يعني على متخرج من الجامعة أو تختار المناسب لك. إذا كنت متزوج تضغط أنك متزوج أو غير متزوج، وأيضا بالنسبة لعدد الأطفال، وبعد ذلك تضغط على السابميت. بهذه الطريقة تكون أتممت عملية التقديم على قرعة أمريكا بشكل صحيح بدون أي أخطاء. الآن سوف أعطيكم معلومات قيمة عن هذه الفرصة وبعض الأخطاء التي لا يجب أن تقعوا فيها. أولا بالنسبة للفرصة، عندما يتم الإعلان عن النتائج والذي سوف يكون في شهر ماي يوم 4، لا يتم التواصل مع المقبولين عبر الإيميل بتاتا، بل تدخل على الموقع الرسمي وسوف تجد النتائج بالموقع الرسمي. فإذا تواصل معك أي شخص عبر الإيميل وأخبرك بإرسال أي مبالغ من أجل الحصول على القبول النهائي أو أي شيء، فانتبه لأنه هنا سوف تتعرض لعملية النصب، وهذا مذكور في الموقع. الموقع يوفر لك كل شيء تحتاج إليه، معلومات بشكل مجاني، التقديم بشكل مجاني، حتى على اليوتيوب في فيديوهات عديدة جدا، وإليكم فيديو اليوم الذي يشرح لكم طريقة التقديم بشكل دقيق جدا. فلا تحتاج لدفع أي رسوم من أجل الحصول على قبول مضمون، لأن هذا الأمر غير موجود أيضا. الشيء الثاني والرئيسي يخص بلد الميلاد. الفرصة تعتمد على بلد الميلاد وليس بلد الجنسية أو بلد الإقامة. يعني إذا كان ميلادك في أحد الدول المحظورة من التقديم، فأنت لا يمكنك التقديم على هذه الفرصة. على العموم لا يوجد هناك أي مشكلة إذا كنت سوف تقدم على الفرصة، ربما أنت مغربي مقيم في فرنسا أو إسبانيا أو أي دولة أخرى، فلا مشكلة في ذلك، يمكنك التقديم. الفكرة كلها فقط أنه لا يكون ميلادك داخل أي دولة من الدول المحظور لها التقديم لهذه السنة. أعتقد هذه كل المعلومات التي تحتاجون حول هذه الفرصة. إذا كان عندكم أي تساؤلات أو استفسارات اتركوها في التعليقات. أما بالنسبة لكل المواقع التي رأيتم الآن في هذا الفيديو سوف تجدونها في صندوق الوصف. أتمنى لكم التوفيق، تمنياتي لكم بالنجاح إن شاء الله. أراكم في الفيديو القادم مع فرصة أخرى. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.